برعاية الدكتور أحمد عبد الله عابد محافظ صلاح الدين وبحضور المعاون الأمني للمحافظ زهير الزهوان وعدد من مديري الدوائر، احتفل مصرف آشور الدولي بافتتاح مقر فرعه الجديد في مدينة تكريت. وقالت المدير المفوض للمصرف أن افتتاح الفرع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الضرورية والإنسانية والعمل على الإسراع في إعادة الحياة إلى هذه المدينة العريقة وخدمة أهلها من خلال تقديم تسهيلات مصرفية وتوطين الرواتب ودعوة المقترضين إلى تسديد قروضهم مع إعفاء الغرامات التي بذمتهم والعمل بإجراءات جديدة وجدولة ديونهم بآلية لا ترهقهم بعد الظروف الأمنية التي مرت بالمحافظة. نبارك لمصرف آشور الدولي افتتاح فرعه في محافظتنا محافظة صلاح الدين. احنا تحدثنا بشكل مقتضب قبل قليل عن ماهية وما نريد لمحافظتنا ان شاء الله. ان شاء الله الامن في المحافظة تحقق وعجلة الحياة بدأت تستمر. نحتاج الى ان نتكاتف كل الجهود لغرض بناء مدينتنا وتوفير كل الخدمات اللازمة لمواطنينا بحيث نجعل منهم اناس في مصاف الدول العالم. وكل عمل اذا ما كان هنالك شقان في الحياة ما ممكن ان تستمر، الا وهو المال والامن. فان شاء الله الامن تحقق، المال بدأ يتدفق، وان شاء الله سوف نمضي قدما باتجاه بناء محافظتنا بما نصبو اليه ان شاء الله. تم صباح هذا اليوم إعادة افتتاح فرعنا في تكريت بمقره الجديد في بنايته القائمة واللي احنا هسه موجودين فيها. وقدمنا لأبناء هذه المحافظة الخدمات اللي راح تطرح من قبل مصرف آشور، ويعني أكثر شيء احنا نحلم به ونطمح به لأبناء المؤسسة ولأبناء المحافظة التطوير عن طريق توطين رواتب الموظفين في محافظة صلاح الدين، واللي يدعو إلها البنك المركزي العراقي، وتقديم خدمات من خلال عروض توطين الرواتب بما فيها من خدمات إلكترونية وحصول على ماستر كارد لمصرف آشور، أيضا تحويلات مالية عن طريق خدمات آشور من مونيغرام وخدمات أخرى. بالإضافة إلى أنه احنا خلال الأسبوع القادم راح نفتتح مشروع بيتي وهو مشروع سكني، والممكن لزبائن آشور أنه يستفادون من هذه الخدمات وهذه العروض بالمستقبل. أول شيء مبارك لمصرف آشور بإدارته الجديدة افتتاح مصرفهم، وهو كان يعمل سابقا في تكريت لكن حاليا بحلة جديدة وبآلية جديدة. نتمنى أن يكون مصرف آشور داعم قوي لاقتصاد المدينة، نحتاج هكذا مصارف، ونحتاج أن تكون بناء ثقة بين المصرف والمواطن، لأن تعرف المصارف معظم المصارف الأهلية فقدت الثقة بينهم وبين مواطننا بسبب عدم وجود آليات ضامنة للمواطن. وأيضا أنا أوجه دعوة للمواطنين حسب ما سمعت اليوم من الأخوة بالإدارة، مع الأسف أوجه نداء إلى كل مواطنين المقترضين من مصرف آشور أن يراجعون المصرف حتى يسددون ما بذمتهم. وعن حسب ما سمعت هسه أنه انعفوا من كل الغرامات ووضع آلية جديدة للتسديد. أتمنى أوجه لهم دعوة حتى تنبنى الثقة ويكون إن شاء الله هذا المصرف داعم لاقتصاد المدينة. وتعرف احنا نحتاج هكذا مصارف واتصالات الدوليه والحوالات الدوليه، احنا نعاني من عندها. هذا المصرف راح يقدم لنا خدمه جليله. اتمنى ان يكون هناك تعاون بين الحكومه المحليه والمصرف.